السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. ما هي الأشياء التي يكرهها الجن وينفر منها؟ تابعونا حتى الأخير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو موضوع مهم جدا، وهي ما هي الأشياء التي ينفرها ويكرهها الجن في المصاب. الأشياء التي لا يحبها الجن في المصاب هو أن يكون متوكلا على الله، لا يخاف من شيء ولا يخاف من شيء بإذن الله الواحد القهار. أن يتوكل على الله وأن يعلم أن الضر والنفع من الله، ولو شاء الله لشفاه في دقيقته الأولى، ولكن الله عز وجل ابتلاه بقدر وسيشفيه بقدر. هذا هو الذي يخافه من الجن. النقطة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى هي الصدقة. الصدقة الصدقة تكرهها الجن والشياطين. لماذا؟ لأن الله عز وجل ربطها بالشفاء، ربطها بالشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، كما القرآن هو شفاء كذلك. لأن هناك أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المريض قد بأن المصاب أو بأن الإنسان العادي قد يجنبه الله المهالك بالصدقة. الصدقة تقي الإنسان، ما تقيه يعني السوء بالزلازل أو بالقتل أو بالمرض، يعني تقيك السوء بإذن الله تبارك وتعالى وتحفظك من السوء الصدقة بإذن الله، إذا كانت خالصة لوجه الله الكريم. وإذا أردت أخي في الله أختي في الله تجرب فجرب، قل اللهم اجعل كل صدقة صدقتها لوجهك الكريم نارا على كل شيطان يسكن جسدي. اللهم اجعل كل صدقة صدقتها لوجهك الكريم نارا على كل شيطان يسكن جسدي. سوف يتأثر والله العظيم إذا أكررتها 20 مرة أو 30 أو حتى 5 مرات أو 7، سوف يتأثر تأثيرا شديدا. الأشياء كذلك التي تؤثر على الجن ويخاف منها جدا هي الدعاء. الدعاء الدعاء لا بأس إن شاء الله أن تقرأ القرآن وتدعو أهل هذا الشيطان. اللهم أهلكه يا رب، اللهم يا رب زلزلهم، يا رب زلزلهم، يا رب يا رب أنزل عليهم الموت والرجس الأليم يا رب، يعني تدعو أهل هذا الشيطان. فالدعاء يهلك الشياطين، ويعلمون أن الله عز وجل ويعلمون أن الله عز وجل سيستجيب لك ولو بعد حين. ودعوة المظلوم يستجيبها الله عز وجل ولو كان المظلوم كافرا، فمن بالك وأنت مسلم تحب الله ورسوله وتفعل الضوابط وتقرأ القرآن وقد تكون من أهل قيام الليل. والنقطة الأخرى كذلك بإذن الله التي يخافها من الجن وهي قيام الليل. إذا كنت بإذن الله تبارك وتعالى كنت يوما أرقي إحدى السيدات بحضور محرمها، وقلت لهذا الجن سوف تحترق بإذن الله رغما عنك وسوف تخرج منها إلى الأبد. قال نعم هي ستحرقني على كل حال ولن أبقى فيها إلى الأبد. قلت له لماذا؟ قال لأنها تقيم الليل، يعني قيام الليل هي صدقة. هو الآن صدقة وهو كذوب، نعم والله العظيم صدق، يعني لا أنا لا أتعلم من الجن، ولكن أعرف أنه قيام الليل يؤثر عليه. لذلك سألته، وزوجها كذلك أخبرني، زوجها أخبرني قبل الرقية أنها تقيم الليل، وسألت هذا السؤال لأتأكد من صدقه ومن كذبه، وصدق في هذا الأمر وقال لن أبقى فيها إلى الأبد لأنها تقيم قيام الليل. والإنسان الذي يقيم قيام الليل قبل حتى أن يمرض، هذه السيدة كانت هي تقيم الليل قبل أن تمرض بالسحر، ولما أتى السحر بقيت على قيامها لليل، فهذا الشيطان لن يبقى فيها لأنه أصلا دخل إلى جسدها وهو متعذب وسيخرج منها متعذب. لأن قيام الليل يجعلك قريبا إلى الله، يجعل الأرواح الخبيثة تحترق في جسدك وتتعذب حتى تخرج. أما إذا دخل الجن الخادم أو العاشق إلى الجسد وأصبح مرتاحا، يعني تصلي فقط بعض الصلوات وتغفل كثيرا، فإن هذا الجن سيرتاح وسيعجبه الحال ولن يخرج بكل سهولة، خصوصا إذا كان من المردة ومن الشياطين. وأنا إذا حكيت لكم قصة فأغلب القصة التي تكون حوارا مع الشياطين المردة الذين لا يخرجون بسهولة، حتى مع العذاب الشديد بإذن الله الواحد القهار يقضي الله، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهؤلاء قد يؤثر عليهم قيام الليل بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله الواحد القهار. والأشياء الأخرى التي تؤثر على الشياطين كذلك بإذن الله تبارك وتعالى قراءة القرآن بكثرة.
يعني أن تكون من أهل القرآن، من أهل الله ومن خاصته. فكلما أكثرت القرآن في حياتك وأكثرت من آية الكرسي وأنت تمشي في الطريق وأنت في عملك وأنت في وظيفتك وأنت في بيتك، سواء تقرأ القرآن كثيرا، وإذا كنت أميا أو كنت أختي أمية فلا بأس أن تقرأ آية الكرسي على لسانك بالليل وبالنهار، لا يعني لا تحيد عن هذا الأمر، أن تقرأ آية الكرسي بالليل والنهار وأن تحفظها بإذن الله تبارك وتعالى، فلا عذر لك عند الله وفي العلاج إلا أن تحفظ آية الكرسي وتقرأها بالليل والنهار، فستحصنك وتعذب هذا الشيطان حتى يخرج. كثرة قراءة القرآن أو الذكر والتسبيح والاستغفار والتهليل والتكبير يؤثر على الشياطين ويجعلهم يرتعدون منك ويخافون منك وقد يخرجون بكل سهولة. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.